صراحة احنا في اللي قلنا في الاول بان المقابلة عارفينها ما تكونش سهلة. فريق الجيش الملكي يعتبر بطبيعة الحال راه منتخب محلي، والدليل انه قاعد يعتلي سبورة الترتيب. احنا بالنسبة لنا كانت عندنا عدة اكراهات، والكل عارف هذه الاكراهات، خصوصا الظرفية اللي كنعيشوا فيها. احنا دخلنا لواحد الدوامة ديال الشك اللي كنعتبرها انها طولت من بدايه الموسم حتى الان، اضافه الى الغيابات. انا اليوم كنتو تعرفوا بان لالين ديال او الخط ديال الدفاع كله تقريبا ما عمره لعب مقابله مع بعضيته، زائد حارس المرمى، زياده على عدد تاهيل اللاعبين الجدد اللي كانوا غادي يعطيو واحد دفعه معنويه ويعاونوا. بطبيعه الحال عندهم تجربة، كانوا غادي يعاونوا العناصر الموجودة حاليا. فريق الجيش الملكي كيسهل الانتصار، وبطبيعة الحال حنايا ما غنحطوش يدنا حتى لآخر دورة إن شاء الله من البطولة، مآمنين بالحظوظ ديالنا كاملة، ما غنحطوش يدنا. نشوفوا مع تأهيل اللاعب إن شاء الله في المقابلات الجاية، ولا مع بداية الإياب. نطلب الله سبحانه وتعالى الامور تمشي في صالح ديالنا، ويكون الحظ حتى حنا بالجانب ديالنا، ونحاولوا نخرجوا من الوضعيه في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. بون انا نجاوبك، نقولوا حنايا الشق الاول ديال السؤال ديالك، لان حنايا بالفعل دخلنا في هذه المرحله وطولت بزاف، المرحله ديال دخل الشك اللاعبين، خصوصا ان اللاعبين صغار ماجين الفرق، كاع الفرق اللي جاوا منا فرق ديال الهوات. اما تاهيل اللاعبين راه تقريبا دابا لحد الساعه كاين شي مشاكل، شي مسائل اللي في الجامعه معلقه في الجامعه. انا بالنسبه لي ما عرفتش بالضبط شنو وقع، ولكن ابتداء من المقابله الجايه ان شاء الله راه غادي يكونوا تقريبا جل العناصر اللي جات لتحقق اسم الفريق اتحاد طنجه تكون مؤهله باش تلعب المقابله ديال السؤال ان شاء الله. وانا بحال اللي قلت لك راه الاكراهات اللي عندنا هي اللي حتمت علينا التشكيله، وحتمت علينا الوضعيه اللي احنا فيها، إضافة إلى عدم تشريمة بعض اللاعبين أو الأغلبية ديال اللاعبين. هناك إكراهات أخرى ديال البطاقة الحمراء ديال فوزي عبد المطلب، والكياني جمع أربع بطاقات مع دخول عسكر الأول خطرة، وثاني حاجة ديال الخط ديال الدفاع اللي كان شفته ما كانش واحد التنسيق كبير بيناتهم، لأول نوبة كيلعبوا مع بعضهم، لا جرفي ولا حاتم الوهابي ولا سوبل ولا 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 الغزالي. اذا هذه العوامل كلها ادت، مع العلم ما تنساش بان فريق الجيش الملكي راه من الفرق القويه، ولا نقول لك اقوى فريق حاليا في البطوله الوطنيه. خالد بحيد مساعد فريق اتحاد طنجه، شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.